ناس كتير بتعتقد ان الاريتريين كلهم بيشبهوا بعض، ولكن في الحقيقة متنوعين في الاشكال والقوميات، والتنوع ده كمان منعكس في لغاتهم واكلاتهم وموسيقاهم. في بريطانيا في أكثر من 50,000 إريتري وإريترية، شعب بيحب البهجة والفرح والاستمتاع بالحياة. بالرغم من صغر مساحتها، تتميز إريتريا بتنوع ثقافي عجيب. قوامه 9 قوميات، وهي التجري والتجرينجا والبلين والساهو والعفر والحدراب والنارا والكنامة والرشايدة. في الفيديو ده هاخدكم في رحلة مع إدريس آيم، صاحب مطعم البحر الأحمر، بين عدة ثقافات إريترية، ولكن قدر إدريس يجمعهم بتقديم وجباته الإريترية والعربية المتنوعة. لو عرسك قريب في لندن، جاهزين نقدم لك خدمة الكيترينج والتصوير الفوتوغرافي والفيديو كمان. ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب على قنواتنا في السوشيال ميديا. اليوم معزومين عرس إريتري في شمال لندن، ولكن جينا اليوم مع مطعم البحر الأحمر عشان نشوف بيعملوا كيترين كيف، وبيقدموا وجبات لأكثر من 500 شخص، وبيصلوا كم مرات لأكثر من 1000 شخص. خلينا نشوف تجربة كيف. يلا بينا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بك أخي مازن. هذه من ضمن أعمال مطعم البحر الأحمر. مطعم البحر الأحمر دائما يجهز الطعام للمناسبات، سواء كانت الصغيرة والمتوسطة والمناسبات الكبيرة أيضا. فهذا الزواج عندنا اليوم هو حجم يعتبر متوسط ل 500 شخص. فالبحر الأحمر عنده القدرة لكي يستوعب ويعد ويجهز لألف شخص يعني في يوم واحد، فما عندنا مشكلة يعني. فالحمد لله نحن توفقنا في هذا المجال أيضا. أخي مازن خان والإخلاص يقودان إلى التميز، فنحن أصبحنا متميزين في هذا المجال. اليوم عندنا مناسبة في قاعة اسمها ديكوريوم، عددنا طعام 700 من المعازيم. فأحببت اليوم عشان نشرح الأصناف اللي احنا نقدمها يعني. هذه طبعا الحنباشة، هنا هذه الحنباشة، وهذه الإنجيرة مقطعة بطريقة يعني ما شاء الله مناسبة، وهذا الزقني، هذا الزقني لحم، وهذا زقني دجاج، وهذا اسمه صعدة قلوة، أو برضو بالعربي يسموه المقلقل. هنا عندنا الرز بالزبيب والبصل المقلي. هنا عندنا دجاج، رجول بتاع الدجاج روستد. وهنا عندنا اللازانيا. عندنا هنا فتة، زي ما تقول فتة بالإنجيرة. وهنا هذا طبعا خضره، هي في ناس فيجان، ناس ما ياكلوا لحم، فمن هنا ابدا الى هناك للناس اللي ياكلوا فيجان اللي هم اللي ما ياكلوا لحم. طبعا هذه الليتشا، اذكر في مصوع طبعا نقول لها نحن طرشي. في الشام الطرشي معناها المخللات، لكن احنا في مصوع نسميها طرشي. في مرتفعات اريتريا وفي اثيوبيا يسموها الليتشا. هذا الرز برضو، الرز اللي هو الرز بتاع الناس اللي ما يأكلوا لحم. وأيضا السمبوسة، هي السمبوسة فيجتيبل. عندنا هنا طبعا السلطة والزبادي، هنا الزبادي بالخيار، وفيها برضو النعناع اليابس. هنا طبعا نص خروف ومع الرز. وهنا عندنا الفواكه، مزبطناها تمام إن شاء الله. دائما نحن مستعدين لتلبية طلباتكم
وأيضا عندنا تصريح عشان نعمل مع الهوتيلات الفايف ستار هوتيل، وعندنا الهايجين سيرتيفيكيتس، عندنا التأمين سواء كان لداخل المطعم أو لخارج المطعم، وإن شاء الله نشوفهم في مناسبة أخرى. وشكرا. جوهد اهلا 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 بناس السودان طبعا. والله ما عرفتك، والله العظيم ما عرفتك. احلى اريتريين عاشوا في السودان وبيتكلموا عربي وسوداني كمان. احلى اريتريين تربيه سودانيه. يس. ترحاس. ترحاس. فيوري. فيوري. يعني معناتها حنان وورده. حنان وورده. سلام فلسوم. ومطعم البحر الأحمر بأمانة هو توج لمصلحته الذاتية الأخذ لشايم، ولكن كافة الإريتريين بنفتخر به. ليه؟ لأنه يمثلنا نفتخر به تماما بأمانة يعني. أيوه. وبعدين مأكولاته كلها سبحان الله وكأنها مطبوخة في البيوت، ما تشبه مطبوخة كعمل تجاري وكذا أبدا. وعشان كذا مطعم البحر الأحمر في لندن له مكانة ومعزة في نفسية كافة الإريتريين والصوماليين والسودانيين والفلسطينيين والسوريين واليمنيين، كافة الجاليات الإريترية. وله الشكر والتقدير الباشمهندس إدريس آيم، بارك الله فيه. رجل بأمانة وبكل صدق أنه هو يحب وطنه ومسقط راسه ولا يتبرع أبدا. أنا الكلام اللي هو كتبه عن جندع ومسقط راسه والسفلة بتاعت الشوارع اللي قاعدة تكون في جندع، وهذا المشروع هو بمبادرة من الجماعة سواء في أمريكا وفي أوروبا وفي أرض الوطن في الداخل. لما أنا قريت الكلام اللي هو كتبه كتبت له رسالة وقلت له حب الوطن من الإيمان. أي والله، وهذا حقيقة يعني، مش مبالغة. لا لا، ده حقيقة، ده حقيقة بأمانة بكل صدق. نحن فخورين بك. فطبعا الزبون هو ذكي وشاطر في نفس الوقت يعني، فما لا يأتي إليك من أجل سواد عيونك، الزبون يأتي إليك عندما أنت تكون متميز. فنحن الحمد لله متميزين في هذا الجانب، والحمد لله سمعتنا طيبة. وزي ما يقول التجارة دائما، التاجر هو سمعة يعني. كنا نسمع زمان وإحنا صغار يعني قصص من آبائنا، ذلك الرجل التاجر اللي كان في قرية من القرى، فجاءه إنسان غريب وقال له أنا أنت استلفت مني فلوس ورجع لي يا فلوس. فالتاجر قال له كم المبلغ؟ ف
فقال له 100 درهم، فالتاجر أعطاه على طول الفلوس. بعد الراجل استغرب الراجل الغريب، قال له يا أخي أنا ما أعرفك ولا تعرفني ولا سلفتني الفلوس. فقال له شوف أنا خفت على سمعتي، التجارة هي سمعة، إذا عندك سمعة طيبة فأنت تاجر ناجح. تميزنا في هذا الجانب يعني اللي هو أوتسايد كيترين أيضا، تميزنا فيه والحمد لله للأكلات العربية والأكلات الحبشية. فالبارحة كان عندنا حفل الجالية اليمنية، حفلة العيد، وللأسف يعني ما أخذتك معي يا أخ مازن، ولكن الناس ما شاء الله كانوا مسرورين ومبسوطين يعني الحمد لله، وحتى رسلوا لنا رسائل وهدايا، وهذا هو نحن أهم شيء كيف نرضي الزبون. عندما ترضي الزبون ويكون راضي عنك تعطيه حقه، فبالتالي هو حيتكلم عنك يعني حيذكرك بشيء بالخير أمام الآخرين. في مطاعم كثيرة سواء كانت المطاعم العربية والمطاعم الحبشية، في تقريبا هنا في أكثر من 30 ولا 35 مطعم إريتري يقدم هذه الأكلات، ولكن نحن متميزون الحمد لله في هذا المجال. الناس شافوا بينا الإخلاص والصدق والعمل الإتقان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فنحن يعني عقيدتنا بتأمرنا لكي نتقن عملنا ونكون متميزين فيه، وشكراً.